طالب عبد اللطيف، محمود عبد اللطيف، فرقه تانية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعه مطروح. احنا هنا مشاركين في هاكاثون بنها ان شاء الله لتمكين ذوي الهمم. احنا داخلين بالمشروع بتاعنا ابلكيشن عباره عن موبايل ابلكيشن اسمه سبيستيك. سبيستيك ده بيساعد ذوي الهمم خاصه من الصم والبك ان هم يقدروا يتفاعلوا مع الاشخاص العاديين عن طريق الفيديو كول. دي ميزه الابلكيشن بتاعنا، عن طريق الفيديو كول ان هو بيحول الاشارات اللي بتطلع من اللي هو بيعملها الشخص ذوي الهمم بتطلع الناحيه الثانيه للمستمع، بتطلع له في خاصيه صوت او تكست، تمام؟ والعكس بقى تماما لما المستمع اللي يتكلم فتبدا تحوله في صوره افاتار زي كده، بيبدا يشرح له هو قصده ايه. في